الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أن نستكمل ما بدأناه أيها الإخوة من الضوابط المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. الضابط الخامس أن أمور الجهاد منوطة بولي الأمر كالقضاء وإقامة الحدود، فلا جهاد إلا مع من؟ إلا مع ولي الأمر. ويدل لذلك النقل والعقل والواقع. أما النقل فما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة. إيش معنى جنة يا أخوان؟ أي حماية ووقاية. الإمام يعني الحاكم، ولي الأمر، الرئيس. الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يعني لابد أن يكون الإمام في القتال يكون هو ماذا؟ هو المقدم، بمعنى أن يكون له السمع والطاعة في تصريف الجنود، في تقديمهم، في بيان الخطط إلى آخره، في الصلح، في القتال، في التقدم، في التراجع. ويدل لذلك ما رواه الشيخان من حديث حذيفة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الشر في آخر الزمان، قال: فماذا تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، مش قال؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما في إمام ماذا؟ قاتل لوحدك وأقم الجهاد لوحدك، لا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام. وهذا أيها الإخوة متعلق بنوعي الجهاد، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أحمد: إذا أذن الإمام للقوم فلا بأس أن يخرجوا، يعني يخرجوا لأي شيء؟ للجهاد في سبيل الله. فقلت لأبي: فإذا خرجوا بغير إذن الإمام؟ فقال: لا، إلا أن يأذن الإمام، ما في جهاد إلا بإذن الإمام. ثم قال أحمد: إلا في حالة واحدة، أن يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. يعني مثلا نفرض اللي عندنا مثلا في السعودية في الحد، أي في الحد الجنوبي، وهم جالسون، فجأة دهمهم العدو ولا استطاعوا حين دهمهم العدو مباشرة أن يتصلوا بالقيادة ويقولون نرد عليهم ولا ما نرد. ايش قال الإمام أحمد؟ قال: في هذه الحالة اللي هي عدم القدرة مع وجود الإمام لكنهم ما استطاعوا يتواصلون عليه، في هذه الحالة وهي عدم القدرة على استئذان الإمام يسقط هنا. قال رحمه الله: إلا أن يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. هذا من جهة النقل. ومن جهة العقل يا أخوان، الجهاد يترتب عليه أحكام كثيرة، الدماء وأعراض وأموال وجراحات وغنم وفيء و كل هذا، يعني هذا الجهاد يترتب عليه أحكام كثيرة. تصوروا أن يقال للناس افعلوه دون قائد ودون إمام ودون حاكم، شو بيصير؟ فوضى. والدين يا أخوان، دين الإسلام دين النظام، دين الإسلام دين النظام، فحوله الخوارج العصر إلى دين الفوضى. أضرب لكم مثال: مدرسة فيها 10 معلمين و100 طالب،
يوم من الأيام مات المدير وقيل لهم لن نأتي لكم بمدير في هذه المدرسة ولا أحد يديركم. وش بيصير للمدرسة يا أخوان؟ ها؟ كل واحد سيكون مدير، كل واحد منهم سيكون مدير، هذا يطلع متى ما شاء ويأتي متى ما شاء ويفعل ما شاء ويتخاصمون فيما بينهم ولا أحد يفصل بينهم، ما هو إلا يوم أو يومان وش بيصير؟ تنقلب المدرسة إلى فوضى. هذا وهي مدرسة ليس فيها إيش؟ لا قتال ولا جراح ولا عهد ولا صلح ولا 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 ولا، ومع ذلك أدت إلى الفوضى. هذا من جهة العقل. طيب الواقع، لما خرجوا بغير حاكم ولا راية ولا إمام في السنوات القريبة هذه، ما الذي صار لهم يا أخوان؟ في أحد البلاد كان قالوا سنخرج من أجل إيش؟ رفع الظلم عن المسلمين، وسنة وسنتين وثلاثة، الآن لهم 6 سنوات. كم يوجد من قائد يزعم أنه يقود الناس؟ كم واحد؟ كم؟ القواد هؤلاء، قواد الكتائب اللي يسمونهم قواد الكتائب أو قواد الميليشيات أو قواد التنظيمات، كم عددهم؟ كثير. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الإيش؟ صاروا فرق 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 فرق. تقول أحد الأخوات كنا نشكو من ظلم رجل واحد ومن بغي رجل واحد، واليوم صار عندنا في كل حي ظالم وطاغوت ومجرم، بل في الحي الواحد عدة طواغيت، وكل طاغوت إيش معه؟ ماذا معه؟ رجاله وميليشياته وعصابته، والقتل لا محكمة ولا شهود ولا قضاة، كل واحد منهم يرى أن هذا أخطأ، وش الحل؟ يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويغنم بعضهم من بعض، نسأل الله السلامة والعافية. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة هذا الأمر. فمسألة وجود الإمام هذا يعرفها يا أخوان ماذا؟ تعرف بالشرع والعقل والواقع. يعني حتى الكفار، الكفار هل عندهم دليل شرعي على تولية حاكم؟ أسألكم، هل في دولة كافرة اليوم بدون حاكم؟ ها؟ وش استدلوا به؟ بالكتاب والسنة والإجماع؟ وش استدلوا به؟ استدلوا بالعقل الصحيح، يعني قادتهم عقولهم أنه ما يمكن أن تقوم الدنيا إلا بوجود من؟ إلا بوجود حاكم. الدول الكافرة إذا أرادت أن تقيم معركة أو غزوة وش يسوون؟ لابد قرار من من؟ قرار من الحاكم. هذول هم كفار، ونحن المسلمون للأسف كل واحد منا يريد أن يقيم الجهاد على كيفه. يعني هذا الأمر يعرف يا أخوان بالعقل الصحيح فضلا عن النقل الصريح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك هذا هو، حينما انضبطوا وقاموا بالعتاد والعدة الدنيوية ونحن قصرنا في الأمرين كلها، سلطهم الله علينا، نسأل الله العافية. اكتب يا أخوان. قامت عندنا أيام السنينات محاضرات في هذا الباب، فوجد الكثير ممن يجادل ويقول لا شرط للجهاد. نعم. الحاكم والأمير. نعم. طيب وبعدين؟ وهذا لهم أتباع الآن. والآن؟ ويتقلب كل يوم لهم اسم. يا أخوان الخلاف والمخالفون كثر، لكن احمد الله على العافية. احمد الله على العافية. وعشرتهم موجودة. عرفتهم كانوا صاروا. اتركوهم يا أخي، ما علينا منهم، نسأل الله يكفينا شرهم يا رب العالمين، نسأل الله أن يكفينا شرهم. لذلك أعيد وأكرر، هذا الضلال المبين الذي نعيشه اليوم يزول بماذا؟ بالعلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أنتم انشروا العلم وانشروا السنة وانشروا الحق،
تكون النتيجة التلقائية هي زوال ماذا؟ زوال الباطل مباشرة. اكتبوا يا أخوان. الضابط الخامس أمر الجهاد معلق بولي الأمر، فهو أي الجهاد، فهو أي الجهاد كالقضاء وإقامة الحدود. والتعزيرات. فلا جهاد إلا بولي الأمر. قد دل على ذلك النقل والعقل والواقع. وقد دل على ذلك النقل والعقل والواقع. أما النقل فما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة، أي حماية ووقاية. إنما الإمام جنة أي حماية ووقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به، أي يجب القتال وراءه، أي يجب القتال وراءه. وروى الشيخان من حديث حذيفة، وروى الشيخان من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ذكر ظهور الشر، لما ذكر ظهور الشر أو لما ذكر ظهور الشر قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: حين سأله فماذا تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين سأله فماذا تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها.
قال حذيف: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. وأما دليل العقل فإن الأمور الجماعية التي يشترك فيها الناس كالمدارس والشركات لا بد لها من قائد، وإلا حلت فيها الفوضى. فكيف بالجهاد؟ فكيف بالجهاد الذي يتضمن القتل والسبي والغنم والصلح؟ والتقدم والتأخر فحاجته للإمام أولى وأولى. وأما دليل الواقع فإن الذين قاموا بالقتال بغير إمام انتهى أمرهم إما بالفوضى وإما بتسلط الكافر أو الظالم أكثر وأكثر. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، انتهى من المغني المجلد 13 في الصفحة 16. المغني المجلد 13 الصفحة 16. وقال القرطبي: ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام، انتهى من الجامع لأحكام القرآن.
المجلد الخامس في الصفحة 75 بعد 200، وهذا يشمل جهاد الدفع، قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال أحمد، إذا أذن الإمام للقوم فلا بأس أن يخرجوا، إذا أذن الإمام للقوم فلا بأس أن يخرجوا. فقلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام. قال: لا، إلا أن يأذن الإمام. فقلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ فقال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يأذن الإمام. ثم قال: إلا أن يفجأهم أمر من العدو، إلا أن يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. انتهى من مسائل الإمام أحمد. نأخذ أيها الإخوة فيما تبقى من الوقت الأحكام أو الضوابط المتعلقة بالتكفير. أولا، ما المراد بالتكفير؟ التكفير هو الحكم على المنتسب بالإسلام، المنتسب للإسلام، الحكم عليه بالخروج عن الإسلام. يعني نحن الآن لا نتكلم عن إيش؟ عن تكفير اليهود ولا تكفير النصارى، ليس كلامنا هنا عن هؤلاء، كلامنا عن من؟ المنتسب للإسلام حينما يحكم عليه بالخروج عن الإسلام، هذا هو التكفير الذي نقصده. طيب، الأمر الثاني، هل التكفير موجود في الشريعة وثابت في الشريعة أم لا؟ الجواب هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الشباب اللي في الخلف يتكلمون، يا شباب لو يتركون الكلام عشان ما يشغلون، الله يصلحهم. الله يصلح ويدي. وش قلنا؟ نعم، هل التكفير ثابت في الشرع؟ التكفير ثابت في الشرع بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا رجعت عليه. هذا يدل على أن هناك تكفير شرعي ينطبق على المحكوم عليه، وتكفير غير شرعي يرجع على الحاكم الذي حكم به من غير حق. وأما من الإجماع فالأمة مجمعة على تكفير من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، لذلك كل كتب الفقه تذكر إيش؟ تذكر أن الذي يسب الله عز وجل وش يكون؟ كافر، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. الأمر الثالث، أقسام الناس في التكفير. الناس طرفان وسط، الطرف الأول الغلاة في التكفير الذين يكفرون بغير حق وبغير الضوابط الشرعية، وهؤلاء هم الخوارج. القسم الثاني الذين لا يكفرون من كفره الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ويتساهلون في هذا الأمر، وهم المرجئة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والقسم الثالث هم الوسط الذين قاموا بهذا الباب على الوجه الشرعي. المسألة التي تليها خطورة
التسرع في التكفير. الإنسان غير مطالب بماذا؟ بالتسرع في التكفير، بل يحرم عليه التسرع في التكفير. والتسرع في التكفير من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا رجعت عليه أو حارت عليه والعياذ بالله. حتى إن بعض أهل العلم يقولون رجعت عليه، يعني أن المكفر هو الذي يقع في الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإن كان الصحيح رجعت عليه، يعني رجع عليه الكفر لكنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، لأنه فعل ذلك متأولا والعياذ بالله، إلا إن فعله مستحلا لما حرمه الله عز وجل. المسألة التي تليها أيها الإخوة: التفريق حين التكفير بين الفعل والفاعل، أو بين النوع والعين. فالتكفير في الشريعة، في التكفير في الشريعة فرق عظيم بين الفعل وبين الفعل. قد نحكم بأن هذا الفعل ماذا؟ قد نحكم بأن هذا الفعل كفر، مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد يشك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ لا. بينما الفاعل قد يقع في هذا الفعل ولا نكفره، مثل من؟ عمار بن ياسر سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما سبه؟ لما أكراه الكفار قام بسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقع في السب ولا ما وقع؟ لكن هل كفرنا عمار؟ لاحظوا، فرقنا بين الفعل، الفعل سب النبي صلى الله عليه وسلم، الفاعل عمار، نكفر الفعل وهو السب، ولم نكفر عمار وهو الفاعل. لماذا؟ لأن كان فيه مانع من موانع التكفير وهو الإكراه. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الذي نختم به أيها الإخوة وهو شروط وموانع التكفير للشخص المعين. طيب، متى نقول عن الشخص المعين والفاعل متى نحكم عليه بأنه كافر؟ ما نحكم عليه بأنه كافر إلا بتوفر 4 شروط ويقابلها 4 موانع، كل شرط يقابله وعكسه مانع. الشرط الأول العلم، ما نكفر إلا بعلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أما الجاهل فإنه لا يكفر. في حديث حذيفة: تقوم الساعة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. يعني تغيب معالم الدين حتى الناس ما يعرفون وجوب الصلاة ولا الحج ولا الصدقة ولا الزكاة، ويقولون لا إله إلا الله أدركنا آباءنا عليها فنحن نقولها، ما يعرفون من الإسلام إلا إيش؟ لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر راوي الحديث لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصدقة؟ قال حذيفة: تنجيهم يوما من النار. مع أن عدم اعتقاد وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وش حكمه؟ كفر. لكن هؤلاء عذروا بأي شيء؟ سبب جهلهم. إذن الشرط الأول العلم ويقابله من الموانع الجهل. الشرط الثاني القصد ويقابله من الموانع الخطأ. لو أن إنسانا وقع في الكفر خطأ، الآن الذي يهين المصحف وش حكمه؟ كفر، صح ولا لا؟ طيب، لو إنسان دخل بيته وكان المصحف على الأرض وكان الإضاءة غير لا تعمل، فهو يمشي داس على المصحف والعياذ بالله، وش حكمه؟ هل يكفر؟ قال الله عز وجل في الصحيح، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله في الصحيح من حديث أبي هريرة: قد فعلت. يعني الذي يقع في أي شيء خطأ يعذر. فالشرط الثاني القصد ويقابله من الموانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار ويقابله من الموانع الإكراه. الاختيار يعني أن يفعله الإنسان دون إكراه، باختياره ودون إجبار، ويقابله من الموانع الإكراه. فإذا أكره الإنسان فإنه لا يكفر، مثل من؟
مثل عمار، وأنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنهم عذبوا عمار ووالدته ووالده، فقتلوا أباه وقتلوا أمه، وبقي عمار رضي الله عنه لا زالوا يعذبونه، قالوا نطلقك على أن تقول كلمة في محمد، بس سب محمد ونطلقك. فمن شدة التعذيب وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج حتى جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال ما زالوا بي حتى نلت منك رضي الله عنه. يقول لا زالوا يعذبونني حتى خرجت مني كلمة ما تحت التعذيب فوقعت عليك يا رسول فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان رضي الله عنهم وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. يعني شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركوا، يعني كيف صارت نفسيته مع التعذيب، مع شدة التعذيب. والواحد منا أحيانا يفرط في دينه من غير إيش؟ من غير أي سبب، نسأل الله السلامة والعافية. فالشرط الثالث الاختيار ويقابله من الموانع الإكراه. الشرط الرابع والأخير الذي نختم به أيها الإخوة وجود التأويل السائغ، والمراد بالتأويل السائغ أن يكون له وجه في اللغة، أن يكون له وجه تحتمله اللغة العربية. مثل ماذا؟ مثل الصحابة قدامة بن مضعون وكان من أهل بدر، استحل الخمر في زمن عمر بن الخطاب فشربوا الخمر هو جمع من أصحابه، شو استدلوا به؟ بقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال عمر لو اتقيتم الله لما شربتم الخمر. لكن هو فهم من الآية أنها دليل على أن الذي المؤمن يجوز له ماذا؟ أن يشرب الخمر. فاستشار عمر فيهم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا تقام عليهم الحجة، فإن أقروا جلدوا وإن لم يقروا قتلوا، يعني ردة. فأقروا بذلك فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن وش اللي درأ عنهم الحد؟ هل هم جهال؟ هم يدرون أن الخمر ماذا؟ في الأصل محرمة، لكنهم تأولوا، يعني فهموا كتاب الله خطأ فهما يوافق اللغة العربية. اللغة العربية لو الإنسان ما عنده الدلة الشرعية بيفهم من اللغة العربية ما فهموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وفي هذا القدر كفاية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وكما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.